دوري على حاجة. انت جبت الصورة دي منين؟ انا حاسة ان انا شفت الصورة دي قبل كده. نو واي، مفيش منها غير واحدة معايا انا بس. طب خلي بالك بقى على نفسك من الصورة دي. والله يا تيتا احنا كويسين قوي، ده حتى النهارده اول يوم في الجامعه وكان حلو قوي اليوم. حلو بس يا تيتا، ده في شراره نورت في الكليه كلها. هي بتقول ايه؟ طمنيني عليك. ما بتقولش حاجه يا تيتا، ما انت عارفه ان هي غلسه. ايه ده؟ الله، في فرح في الدار، معقوله؟ بقولك يا حبيبتي انا هرجع اكلمك تاني، باي. صوري قاعده، معقوله؟ مش مصدقه. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايوه كده، خلي الدار تحلو من ساعة ما جينا واحنا حاسين باكتئاب. ازيك عاملة ايه؟ انا هناء، كلية اعلام جاية من المنصورة، ودي منى صاحبتي. انا نيلي، صيدلة القاهرة من كفر الشيخ. ماشي، ازيك، اهلا بيكي. ما تيجي نرقص معايا؟ تيجي؟ يلا. فاكرين نفسكم في كبر ايه؟ لا، عارفين قوانين الدار كويس قوي، بس ما فيهاش حاجه، احنا في الاوضه لوحدنا، واحنا اسفين جدا لو كان الصوت عالي هنبقى نوطيه. اللي عايزه تسمع بتتنقل تحط سماعات في ودنها. الصوت عالي وفي زمايلكم في الاوضه التانية مش عارفين يذاكروا، مفيش احساس. طب ليه طيب الغلط يا انسه شيرين؟ وبعدين لو في بنت من البنات كانت اشتكت كانت هتيجي تقول لنا، احنا دكاتره يعني، حضرتك ما ينفعش تكلمينا كده. دكاتره؟ بس انت لسه ما تخرجتيش، ويا عالم هتكملي ولا لا. طب ليه كده طيب يا انسه شيرين؟ ده احنا متغربين علشان نوصل لحلمنا، وان شاء الله هنوصل. يبقى تحترموا نفسكم وتعرفوا انكم في دار محترمه مش في كباريه. وبعدين يا هناء، انت ومنى ايه اللي جايبكم في الاوضه دي؟ احنا نتعرف على بعض، مش زملاء في مكان واحد ولا ايه؟ لا، يبقوا تعرفوا على بعض بره الدار وانتوا قاعدين على القهوه. يلا كل واحده على اوضتها. نعم، احنا في سجن واحنا مش عارفين. على فكره بقى، احنا هنشتكيكي لمدام فريده عشان ما ينفعش تتكلمي معانا بالاسلوب ده. اللي مش عاجبها تمشي من هنا. الف حد يتمنى الامل اللي انتوا فيها. تعالي. يا بنتي مالك بتعيطي ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم، مروان الحقني يا مروان يا ابني. في ايه يابا؟ في ايه مالك؟ الحق بسرعة يا مروان، ادي الإسعاف، في بنتي محروقة، بدل الإسعاف. محروقة؟ فين المحروقة دي؟
والله العظيم كان فيه بنت هنا محروقه وانا كنت واقف معاها. طب اهدى اهدى يا عم، هي اكيد مشيت وهتيجي بكره. يا ابني انت فاكرني مجنون؟ يا عم مش مجنون ولا حاجه، تعالى بس تعالى. طب والله العظيم كان في واحده واقفه يا اوت، مش عارفه شعرها كده واتحدى وشها كله محروق. انت بس زودتها يا عم حبتين. انا هروح اغسل البلطو بتاعي عشان على الصبح هيكون نشف. ايه ده هتغسليه دلوقتي؟ سقطته خالص. لو عايزه تغسلي حاجه تعالي معايا. لا لا انا عايزه انام. اهم حاجه بس وانت راجعه ما تفتحيش النور. خلي في دم. بسم الله. ايه اتخضيتي؟ انا فعلا اتخضيت. لا يا حبيبتي ما تتخضيش. مدام فريده انا كنت بس عايزه اشتكي لك من انسه شيرين واللي بتعمله معايا. معلش خلي بالك من نفسك. الحمام بتاعنا حل دلوقتي، ما عندها حمام في اوضتها. بتعملي ايه انتي؟ انت ازاي؟ امال مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه، افتحي الباب وشوفي. شوف كده القتيلة دي الصبح. روح يا مدام، لازم اسافر. مراتي تعبانه وابني هنا لسه بيدور على اكل عيش، وهي هناك لوحدها. مين هيراعي الجنينه ولا مين هيجيب طلبات الدار؟ ما هو مش معقوله كده يا عم ريحان انك تفاجئني في يوم وليله وتقول عايزه اسافر. هو ريحان جه شرح لي موقفه وانا قررت ان هو يسافر يروح يطمن على مراته. نعم بصفتك ايه ان شاء الله تقرر ولا ما تقررش؟ اسمحي لي يا مدام، انا رئيس الامن هنا اهوت، من حقي اقول مين يقعد ومين يمشي ومين يسافر. يا اخي كسر حقك. الناس دي غور، مش عايزه اشوف وشك ده خالص. امشي. هش كده خالتي خدك خوا. يا مدام صدقيني ابني زي بالظبط، ومعاها كمان ابن عمه هيخلي بالهم لحد ما نرجع. الوليه هناك لوحدها ما معهاش حد. خلاص يا عم ريحان وريهم شغل الجنينه وعرفهم على ام شهاب عشان يجيبوا حاجات الدار. وقبل ما تمشي عد عليا عشان تاخد مصاريف السفر. يا رب ما تحرم من حضرتك ابدا، ربنا يخليكي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد. انا اللي قلت له سافر الاول ماشي؟ عم ريحان يلا شوف هتسافر على الساعه كام كده. تاخد فلوس تاني؟ لا 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 الحق المدام اضمن. افضل برضه. هش 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 فاكراني فرخه فرخه. انا جوعت.
سماح، سماح انت نايمه كده ليه؟ عين اللي الله يخرب بيت الحبوب اللي انت بتاخديها بتنيمك زي الاسيله يا سماح. ما انا في كليه صيدله يعني طبيعي اجرب كل الحبوب. وبعدين ايه بقى الغاغه اللي انت كنت عاملاها امبارح دي؟ بس انت مش عارفه انا شفت ايه امبارح هنا اللي. شفتي ايه؟ مش انا قلت لك بالليل ان انا خارجه عشان رايحه اغسل البلطه بتاعي؟ اه خرجت رحت حطيته في الحمام اللي جنبنا، وانا راجعه في الطريق سمعت صوت غريب بره. جيت ارجع اشوف في ايه، لقيت شيرين معاها حد غريب كده شكله مريب. نزلوا هما الاتنين دخلوا الحمام اللي تحت. المهم نزلت وراهم جري، اتصنت على باب الحمام، سمعتهم بيتكلموا كده كلام غريب ما فهمتش منه اي حاجه. فجاه لقيت شيرين ورايا بتحط ايديها على كتفي، وفجاه اختفت. إيه عروستي؟ مش فاهمة حاجة، انتي بتقولي ايه؟ زي ما بقولك والله يا نيل، بس انا عندي احساس كده ان هي عايزة تطفشني، يعني عايزة توهمني ان في عفاريت في المكان. هو في عفاريت في القرن 21؟ بعدين بقى دي شكلها فاضية ومراهاش حاجة غيرنا. انا فعلا يا نيل ابتديت اقلق من المكان ده. وبعدين انتي مش ملاحظه حاجه؟ مفيش غيري انا وانتي وهناء ومنى. وبعدين بتقول الدار مليانه بنات، انت شفتي حد؟ تصدقي عندك حق، انا كمان بفكر امشي، بس يعني انا هلاقي فين مكان ارخص من كده؟ ده 300 جنيه في الشهر وفيلا وجنينه ومكان نظيف قوي. بقولك ايه يا نيلي، يغور المكان ده من وشها جت هالقرف. انا عندي محاضرات واتاخرت، لما ارجع بقى نبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده. ماشي. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ صباح الفل يا مشاب. ما انا قلت لك مش دلوقتي. هي بتكلم مين؟ والله يا ابني ما عارف، انا هعرف.
صباح. في حاجات هنا غريبة في الأوضة بتحصل. في إيه اللي بيحصل؟ كان في شبح بنت هنا على السقف، واللمبة كانت عمالة تنور والله كانت هتحرقني. يا بنتي ما هو اللمبة شغالة أهي ومفيش شبح ومفيش حاجة أصلاً يا سماح. وأنت كان عندك مشرحة إمبارح. قصدك إيه؟ قصدي إن دي تهيؤات، تهيؤات يا ماما. أنا اللي غلطانة، أنا كان زماني واخدة المنوم بتاعي ونايمة، سمعتش كلامك. بقولك يا سماح، نبي روحي نامي بقى كده علشان أنا عندي محاضرات الصبح. كنت جنلي ولا اي حد من بنات حصل له حاجه ومحتاج مساعده؟ يا ستي حتى لو محتاجين مساعده اديكي شايفه الاسمها شيرين دي رخمه ازاي. يعني ايه؟ يعني لو حد محتاج حاجه هنسيبه كده؟ يا ستي احنا اتفقنا ما نتدخلش في اي حاجه خالص. وبعدين قومي بقى، قومي البسي ونامي. ما فيش صوت ازاي؟ امال صوت العيال طول الليل ده كان ايه؟ لا ازاي يعني، ده تلاقي حد من الاوضه اللي تحت تكون هي اللي بتصرخ من حاجة. لا يا شيخ، دي اكيد واحدة كانت تعبانة وخدت مسكن وارتاحت. متأكدة انت متخلفة؟ لا. وانت ما سمعتي صوت الصرخة؟ ما هو ده اللي هيجنني، ان انا سامعة كل حاجة بس مش لاقي حاجة. وانت ازاي؟ يعني جسمك لابش من الصوت. هتجنن بجد. لا تعالي بس. تفتكري في حاجة فعلا؟ انت ما سمعتي صوت الصرخة كان عامل ازاي؟ سمعت بس انا مش شايفة. انا جسمك لابش وراح بس عشان محدش يسمعنا. بتعملوا ايه؟ ما فيش، احنا كنا رايحين الحمام. ما انتوا عندكم حمامكم فوق. هو احنا سمعنا صوت بنت كانت بتعيط. ومين اللي كان بيصرخ ده؟ مفيش حد بيصرخ، انا ما سمعتش حد. يلا يا ماما، منك ليها رواتكم فوق. اطلعي يلا فوق، امشي بسرعه. يلا طالعين اهو بسرعه. حاضر اهو. يا بركه، بسم الله الرحمن الرحيم. مروان. ايه يابا؟ بص يا ابني، خلي بالك انت وابن عمك. ها، اي حاجه تطلبها منك الست ام شهاب من السوبر ماركت اللي جنبنا تجيبها لها في الحال. وانت لو احتجت حاجه اطلبها من الست فريده، اوعى تطلب حاجه من شيرين بنتها. البنت دي مش طايقه نفسها وما بيعجبهاش العجب. انا مش عارف هي متنكه على ايه، بس يلا احنا مالناش دعوه، هي في حالها واحنا في حالنا. المهم انت بس ما تتاخرش علينا وترجع تاني بسرعه، وتنسى نفسك جنب الحاجه. ها حكم، انا عارفك، وخصوصا انك بقالك كذا يوم مقضيها بص على بنات وكده. لا خلي بالكم بعض يا اولاد. ما خلاص يا عمي، هو انت مسافر ليبيا؟ ده هم كلهم يومين. سافر انت بس وتعالى بسرعه عشان ولادك عندهم مسلسلات وافلام، ومش معقول نجوم زينا هيعطلوا التصوير عشانه. ماشي يا اخويا، يلا شوفوا شكرا. كنت عايزك اوصلك يا بابا. لا يا سيدي متشكرين، هاخد تاكسي مع الباب هنا اهوت واروح الموقف، كل السواقين عارفيني. يلا طب خلي بالك على نفسك، خلي بالك على نفسك. ربنا يستر. سلام يا عمي. انت ابن عم ريحان اللي جاي بداله؟ ايوه يا هاني. هو في حاجه يا انسه شيرين؟ الولاد دول عملوا حاجه انا عيني عليهم من بدري. روح انت يا سعيد. لا ما ينفعش ان انا اروح، انا مدير المنطقه هنا. هو ابوك ما قالكش انك كل يوم لازم تجيب لي صبار وتحطه عندي على المكتب؟
لا والله يا فندم ما قاليش اي حاجه. خلاص حضرتك انا هجيب ورقه الصبار واطلع لك على المكتب فوق. هو حضرتك يعني كل يوم عايزه زرعه صبار في المكتب؟ لا ورقه واحده. وفي كمان عندكم في الاوضه كف مريم، عايزه برضو كل يوم ورقه واحده. كف مريم عشان الرز؟ ايوه. هو حضرتك هو حضرتك عايز الحاجات دي ليه؟ وانت مالك؟ اعمل اللي انا بقوله وانت ساكت. برضه ما فهمتش عايز الحاجات دي ليه؟ بعدين بقول لك. ما تكون عايزاه ليه يعني؟ ما اكيد خلطه من اللي بيجيبوها على النت عشان وشها ولا شعرها. لا يا ابني، كف مريم ده عشان خاطر الرزق، لكن الصبار عشان خاطر العريس. جايز. روح يا عم هات لها كف مريم اللي هي عايزاه وانا اجيب لها الصبار ده. وانا اجيب سندوتش من المطبخ. يا مدام فريده، شيرين مش بتبطل تضايقني وبقت تعمل حركات عيال كده، انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. طب اقعدي اهدي كده اهوت وفهميني ايه اللي حصل. مش عارفه احكي لك ايه، بس يا مدام فريده اقربها امبارح فضلت تلعب في الكهرباء اللي في اوضتي لحد ما خلت اللمبه ولعت ووقعت على الملايه عندي وكنت هولع، وبتقعد تعمل حركات هبل كده واصوات انا متاكده انها عايزه تخوفني. لو خايفه على وعدك هنا انا جابلك الفلوس خديها وامشي. انا فعلا همشي بس مش الترم ده لاني طبعا مش هلحق ادور على سكن. وانا دكتوره وفي كليه طب ودافعه السنه كلها، يعني لو ما لحقتش ادور على سكن الترم اللي جاي هقعد الترم ده والترم اللي جاي كمان، يعني قاعده. انا هطلب سوشي. هطلب لك معايا؟